لما نقول لك سودان مغترب بيتبادر للذهن طوالي انه السودان المغترب ده اموره في الروق واموره طيبة وواضحة ووضاحة، وانه اموره كلها يعني ماشية سيدة او ماشية كلها يعني في خط مستقيم وتمام تمام وعلى العالم كل شيء، خاصة لو كان مغترب في الخليج. يا واو السودان في الخليج. لحظة، دي دايرة لبن دول. انا نسيت ان انا شايل البنادول في جيبي اصلا، يعني دي بقت عاده طبيعيه يعني لسوداني في غربه انه شايل البنادول في جيبه عادي. شوف يا عزيزي الفاضل، السوداني المغترب ان كان في الخليج ان كان في مصر ان كان في امريكا ان كان في روسيا ان كان في اوروبا ان كان ايا كان يعني، فتعبان جدا السوداني في الغربه ده ومعاني جدا جدا ومقاسي جدا جدا. نفس الظروف اللي انت عندك ومر بيها الان في السودان هو مر بيها في الغربه، وزايد عليها انه مشتاق لاهله وانه فاقد اهله وانه فاقد لمة العائله، خاصه في شهر عظيم زي شهر رمضان. رمضان كريم عليكم. فالسوداني المغترب ده ما تفتكر انه هو يعني اموره حلوه وطيبه، وما تقعد تطعنه بالحالات بتاعت الواتساب وتليجرام، وماشي قاعدين بينا وما شايفيننا افتريته وتغيطه وغنيته، مطعمها بتاعت الوسط دي بتفرق جدا مع دول المغترب صراحة. السوداني اللي في الغربة أول حاجة بيقاسي عشان يلاقي شغل ويلاقي سكن رخيص ويوفق أوضاعه من ناحية بتاعت إجراءات قانونية في البلد اللي هو فيه، خاصة لو كان في الخليج بيقاسي مقاساة وبيعاني معاناة كبيرة جدا جدا عشان إنه يوفق أوضاعه، بس في خط راس بسعر حنين وعشان إنه يلقى شغل وعشان إنه يعمل إقامة رسمية في البلد اللي هو فيه. فلو كان في أوروبا كمان ولا في أمريكا بيعاني أكتر، لأن الدول ديك غالي جدا بالدولار وباليورو. يعني لو كان هنا في الخليج مثلا بنشرب بدرهم ولا بريال الكرك، في أوروبا بيشرب ب3 دولار 4 دولار 5 دولار. حتى في سودانيين في أمريكا خلوا السجاير يعني ما توبة، نصوح لوجه الله، لكن غلا غلا غلا. فما تفتكر إنه السوداني اللي قاعد في الغربة ده يعني هو بخيل ولا شيء. السودانيين في الغربة يعني طاحناهم بصراحة، مطحونين. والله يا تبي شنو، والله والله فلس، والله لا ما دي فلس، فلس عفي خلاص والله فلس. وش انا الحرب دي جات علينا كلنا 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 كده على بعض، جات علينا بالذات السودانيين البر، جات عليهم لأنه اتلم عليهم يعني اتلمت عليهم كل المواجع كل المصايب اتلمت عليهم، شوق للأهل وقلة مال وأشواق وهم وقلق وسهر. يعني أنا الآن بسجل لك المقطع ده على عجالة كده من غير مونتاج من غير أي شيء، بسجل لك الساعة 4 صباحا بتوقيت السودان، مظهري تكون 3 حاجة بالشكل ده. قلق مقلقانين، الناس دي يعني برا مقلقين جدا، ما تفتكر إنهم مستمتعين وفي كلبات ومحتفلين وكافيهات، لا لا، نادي المقلقين جدا. لو وقعت دانا هناك في أم درمان ولا في بحر ولا في دارفور ولا في الجزيرة وسمع بخبرها إنه في دانا وقعت، حتى لو وقعت في البحر ولا وقعت في مزارع ولا منطقة مفتوحة، هو نادي الدانا دي فعليا بتكون واقع في قلبه. فالناس يعني ما تبقى حساسة وما تفهم كلامنا ده غلط وما تاخد في نفسها وما تعصر على المغترب شديد. المغترب بيحاول يقدم اللي بيقدر عليه، هو طالما هو مرك ما معناته انه نفد بجلده ابدا، والله وما نفد بجلده، هو شايل كل الناس دي في قلبه وممكون ممكون وصابر وبين نارين، يعني بين انه يرجع ويتبلى معاكم هناك في المعمعة وبين انه يقعد هنا ويتبلى هنا بحاجات كثيرة جدا جدا، ظروف ومعايش واشواق والتياع وسهر وبنادول يعني كده. فالناس يعني تكون لطيفة مع بعض ويعني تمشيها تمشيها تباركة، يعني زي ما بقول الناس تباركة. ما في دول مرتاح صراحة، أنا أقول لك ما في دول مرتاح، لا جوا السودان مرتاح ولا البر السودان كمان مرتاحين. ما في راحة إلا في الجنة زي ما قال مولانا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، يعني إنه ما في راحة في الدنيا، الراحة الحقيقية بتكون في الآخرة بعدين لما تاخد أول كراع كده جوا الجنة، دي الراحة الحقيقية. فنسأل الله أن يفرج عنا وعنكم ويلطف بالسودانيين اللي في الوطن والفي الغربة
ولطبيعنا جميعا، ويرد علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا بإذن الله تعالى، ونرجع كلنا ونعمر سوداننا من جديد. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.